وبمناسبة عيد الجيش الوطني تذكروا أنه رفرف علم من الحجم الكبير فوق جبل الشعامبي، وقيل أن هذا الملف أغلق وهؤلاء الإرهابيين لم يعودوا هناك. هذه آخر استنتاج. يوم 29 بعد الظهر في مفاجأة كبيرة، كمين منظم بشكل دقيق، والنتيجة 8 شهداء عسكريين. إن لله وإن إليه. الاستنتاج، هناك تحول أو انقلاب كبير للوضع. هؤلاء الإرهابيين، هذه المجموعة الإرهابية، وهذا استنتاج شخصي حسب معطيات ميدانية علمية عسكرية، هؤلاء كانوا في مرحلة أولى ملحقين من القوات الأمنية والقوات العسكرية، كانوا متخفين، كانوا هاربين. انقلبت اليوم العملية فأصبحوا خرجوا من المكامن وهاجموا الوحدة العسكرية. إذن مروا من مرحلة الاختفاء والدفاع إلى مرحلة الهجوم. ومن هنا هناك رسائل يجب أن تقرأ، كانت تحب نجوها بعد. لا لا كمل كلام مهم برشا سيد العميد، تفضل كمل. الرسالة الأولى اللي وجهوها هؤلاء الإرهابيين للجيش التونسي، للوحدات الأمنية وللشعب ككل، نحن هنا ردا على أنهم لم يبقوا هناك. الاستنتاج الثاني، نحن قادرون على الأذى، على الإيذاء، على القتل، نحن لا نقل القدرة عنك، نحن مع المواجهة، وها أنا خرجنا للمواجهة. من هالنقطتين هذو نستنتج أن هذه دعوة لمعركة مفتوحة، وهؤلاء يعني زامنوا تلك العملية مع بث يعني شيء من يعني توجيه نحو الرعب، نحو البلبلة، بوضع سيارة يعني فخ في سيارة ثم لغم في مكان آخر، لإعطاء فكرة للشعب التونسي ككل للجيش أننا سنكون في كل مكان. يعطيك الصحة سيد العميد، في الحقيقة وصف واضح.